الرابعة عصرا خدمة إخبارية جديدة من ريم، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر ستظل دولة واحدة، موضحا أن الدولة لن تسمح بتعزعزة الثقة فيها ولن تقبل بتهديد أمنها القومي. وخلال كلمته للشعب المصري في ذكرى تحرير سيناء التي ألقاها اليوم، أضاف الرئيس أنه كلف الحكومة بخفض أسعار السلع الأساسية في ظل ارتفاعها بسبب تذبذب الدولار. وأوضح السيسي أنه يتحمل مسؤولية الحفاظ على الدولة بالتعاون مع مؤسساتها ومع الشعب المصري. لن تقبل مصر بتهديد أمنها القومي، ولن تسمح لأي قوة تسعى لبسط نفوذها أو مخططاتها على العالم العربي بأن تحقق مآربها. إن علينا أن نستلهم من تلك الذكرى دروسا وعبر، أهمها الإيمان والأخذ بأسباب العلم والعمل والتغلب على دعاوى التشكيك والإحباط ومحاولة زعزعة الثقة في الدولة ومؤسساتها الوطنية. وستظل مصر بأبنائها يدا واحدة وقلبا واحدا صفا واحدا يواجه التحديات، يبني ويعمر. وضع رئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة في مدينة نصر احتفالا بذكرى تحرير سيناء. رفقه في ذلك القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي. قال وزير الداخلية لواء مجدي عبد الغفار إن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحزم مع أي أعمال تخل بالأمن العام. وأضاف خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية أن تطبيق القانون يشمل الجميع ولن يسمح بالخروج عنه تحت أي مسمى. وأعرب عبد الغفار عن ثقته بوعي المواطنين في عدم الانسياق وراء دعاوى إثارة الفوضى والإخلال بالأمن وإحداث الوقيعة بين جهاز الأمن وأبناء الشعب المصري. قال القنصل العام لمصر في جدة عادل الألفي إنه كلف عضوا بالقنصلية العامة بتوجه لزيارة مصابي انقلاب حافلة ركاب مصريين. ذكر بيان صادر عنه اليوم أن الحادث أسفر عن إصابة 25، خرج منهم 6 بينهم يتلقي العلاج 19 آخرين، وذلك في مستشفيات رانية العام والملك عبدالله ببيشة والخرمة العام، وتتراوح إصاباتهم بين المتوسطة والخطيرة. وأوضح الألفي أن الحادث وقع على طريق بين بيشة والطائف جنوب مدينة رانية، وكانت الحافلة في طريقها إلى مكة المكرمة، وتشير التحقيقات الأولية إلى خروجها عن الطريق بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وهو ما تسبب في انقلابها. دوليا وعربيا، حيث تنطلق في النمسا اليوم الجولة الأولى من انتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد للجمهورية من بين 6 مرشحين يمثلون 4 أحزاب رئيسية في البلاد. وتشبه الانتخابات منافسة شديدة بين الرئيس السابق لحزب الخضر ألكسندر فان ومنافسه مرشح حزب الحرية اليميني روبرت هوفر. يذكر أن من يحق لهم التصويت نحو 6,400,000 مواطن نمساوي. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن استخدام الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الغربية الأخرى لقوات برية للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد سيكون من الخطأ. وأكد الرئيس الأمريكي أنه يستطيع ممارسة ضغط دولي على كل الأطراف بما في ذلك روسيا وإيران للمساعدة في التوسط في تحول سياسي في سوريا. وأضاف إنه من الممكن تقليص الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة ببطء، بالإضافة إلى إمكانية طرد داعش من معقليه في الرقة والموصل. أكد وفد الحكومة اليمنية في بيان على ضرورة وأهمية تعزيز مسار السلام والعمل بروح صادقة على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وأكدت الأمم المتحدة مع نهاية اليوم الثالث من المشاورات أن المباحثات ستجرى مع مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد حسب الإطار المتفق عليه والمتمثل في المحاور 5، وفي مقدمتها الانسحاب وتسليم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة والترتيبات الأمنية ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى.
تمكنت القوات اليمنية مدعومة بغطاء جوي من قوات التحالف العربي من تحرير مدينة زنجبار مركز محافظة أبين جنوبي البلاد، وذلك من سيطرة عناصر القاعدة. وشنت مروحيات الأباتشي تابعة للتحالف ضربات جوية على مواقع لتنظيم داعش أو عفوا لتنظيم القاعدة في المحافظة. ولا تزال المعارك بين الجيش اليمني وعناصر القاعدة مستمرة في أطراف المدينة. أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب أموند في مقابلة صحفية مع جريدة تيليغراف إنه لا يستبعد إرسال قوات إلى ليبيا لمواجهة تدمج داعش هناك. يأتي هذا تزامنا مع تقدم الخطط التي ترسمها القوى الغربية لإيجاد حل لتوسع داعش في شمال أفريقيا. وعلى الجانب الآخر، حققت القوات الليبية تقدما كبيرا ضد مسلح داعش في درنا شرقي البلاد، لكن التنظيم لا يزال مسيطرا على سرت ومناطق في سبراتا وأخرى قرب بنغازي. نجحت كوريا الشمالية في إطلاق صاروخ باليستي من غواصة، وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن التجربة أكدت وعززت بشكل كامل مصداقية نظام إطلاق الصواريخ تحت سطح الماء بالأسلوب الكوري، ولبت بشكل تام كل الشروط الفنية لتنفيذ عملية هجومية تحت الماء. وأكد مسؤول دفاع كوريون جنوبيون إن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخا باليستيا من غواصة قبالة سواحلها الشمالية الشرقية في أحدث محاولات بيونغ يانغ لتوسيع قواتها العسكرية في مواجهة الضغوط التي تمارسها جيرانها وواشنطن ضدها. أعلنت السلطات في مالي اليوم عن اعتقال فواز ولد الميدا قائد العمليات الميدانية لما تسمى مجموعة المرابطين التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة والتي يقودها الجزائري المختار بالمختار. وجاء اعتقال ولد الميدا بعد عمليات بحث طويلة امتدت أشهرا بالتنسيق بين الجيش المالي وقوات من الأمن الفرنسي. وتتهم السلطات في مالي ولد الميدا الملقب بإبراهيم العاشر بالوقوف وراء عدة عمليات إرهابية في مالي ومنطقة الساحل. رياضيا، وضمن منافسات الأسبوع 25 من الدوري المصري، حيث يستضيف مصر المقص نظيره المقاولون العرب في 5 مساء على استاد الفيوم. ويدخل المقص لقاء اليوم بروح عالية بعد تأهل لدور 16 الثاني لبطولة الكونفدرالية الأفريقية. كما يتطلع المقاولون للعودة من الفيوم بنقاط المباراة 3 لتحسين مركزه في الدوري. كما يستضيف في نفس الجولة إنبي نظيره الإنتاج الحربي على استاد بتروسبورت، ويسعى الفريقان للفوز اليوم حيث تعرض إنبي لسلسلة من النتائج السلبية بعد تعرضه للخسارة في آخر 4 مباريات خاضها بالمسابقة، بينما يبحث الإنتاج صاحب 35 نقطة عن تعويض الخسارة الأخيرة أمام بتروجيت للتقدم خطوة إلى الأمام في جدول ترتيب المسابقة. إلى الليغا الإسبانية، حيث سحق برشلونة ضيفه سبورتينغ خيخون بسداسية نظيفة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس ضمن منافسات المرحلة 35 من المسابقة. أحرز أهداف الفريق الكتالوني كل من ميسي ونيمار ورباعية لي سواريز، وبتلك النتيجة يرتفع رصيد برشلونة إلى 82 نقطة في صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام أتلتيكو مدريد الذي فاز على ملاجا أمس بهدف نظيف، وبفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد صاحب المركز الثالث. تأهل الياباني كينو شيكوري إلى نهائي ثالث له في دورة